الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من السائدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة أم موديها أو تخوير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على خير ما أنزلته أو ريب أو سك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زوخ اللسان أو وقوف بخير وقوف أو إدخام بخير مدخم أو إزهار بخير بيان أو مد أو تسديد أو همجة أو ججم أو إيراب بخير مكان فاغتم منا على التمام والكمال والمهذب من كل لنان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرا ومد حقا وما لا داعي والقلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تختل لنا بالشر والسقاوة والدلالة والطغيان ونبنا قبل المنايا عن نوم الخفلة والكسلان وامنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم الباس واتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وطن الجنان وارزقنا زوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وجدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السرية والبرهان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلوة القرآن وافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وإجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بيانة القرآن وافنا بيانة القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بصفات القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل زوزو زازا وبكل هزب حسنة وبكل نصف نيمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزاء زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالسين صفاء وبالساد صدقا وبالداء دياء وبالداء طهارة وبالزاء زفرا وبالأيد علما وبالخين خناء وبالفاء فلاحا
وبالضعف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موجة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالله هداية وبلام الالف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين اجمعين. اللهم بلسا ما قرأناه اللهم بلسا ما قرأناه ونور ما تلوناه الى روح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وإلى أرواح أصحابي رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وصديقائنا وصائياتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا يهمنه والأموات أجمعين أمتاً وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزى المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آمنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمينا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وسيد كل شيء رحمة وإما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا صرف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اغفر لنا ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعائنا رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا أنزلنا منجلا مباركا وأنت خير المنجلين اللهم اجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا إنك سميع مجيب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا في بلدك آمنين خير خائفين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بأن الله يرشدون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.